هلا رح نكمل الاربع محاضرات القادمه في السينكرونس موتورز. رح نقارن مقارنه سريعه الان ما بين السينكرونس موتور والسينكرونس جنريتر. اول شيء نسال سؤال عام، شو بيختلف السينكرونس موتور والسينكرونس جنريتر عن الاندكشن موتور والاندكشن جنريتر؟ شو الاختلاف الاساسي؟ هل الستيتر بيختلف؟ هل الستيتر تبع السينكرونس موتور بيختلف عن الستيتس تبع السينكرونس عن الاندكشن موتور؟ الستيتر لا، الستيتر تبع السينكرونس موتور هو نفس الستيتر تبع السينكرونس جنريتر، عفوا نفس الستيتر تبع الاندكشن موتور. الاندكشن موتور والسينكرونس موتور هما نفس الستيتر. اذا كيف اختلف مبدا الاوبريشن؟ وين الاختلاف صار؟ في الروتور. اذا الروتور تبع الاندكشن موتور بيختلف عن الروتور تبع عن السينكرونس موتور. شو الاختلاف؟ السرعه. لا قبل السرعه، شو ايش الروتور اللي بنحطه في داخل الاندكشن موتور؟ ايش هو مادته؟ شو هي؟ ايش هو اللي بحطه؟ فيرو ماجنتيك. تمام، انا بحط داخل الاندكشن موتور انا بحط فيرو ماجنتيك ماتيريال، ما بحط بيرمننت ماجنت او الكترو ماجنت، مظبوط؟ في داخل السينكرونس موتور ايش بحط؟ بيرمننت ماجنت او الكترو ماجنت. هذا الاختلاف الاساسي، يعني ما في اختلاف بين السينكرونس او سينكرونس ماشين اذا بدنا نسميهم، بين السينكرونس ماشين والاندكشن ماشين ما في اي اختلاف بالستيتر. في الحالتين ايش بيعمل الستيتر؟ ايش بنشئ عندي الستيتر؟ في الحالتين روتيتنج ماجنتيك فلوكس، كونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس. يعني لو انت جبت اندكشن موتور وسحبت من داخله الروتور وحطيت الروتور عشان وفرجيت الستيتر، ما بقدر اعرف هذا الستيتر هو سينكرونس ماشين ولا اندكشن ماشين. واضح؟ في النهايه هدفنا في الحالتين، في حاله التو موتورز السينكرونس موتور والاندكشن موتور، انه ننشئ من الستيتر روتيتنج ماجنتيك فلوكس، كونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس بي اذا بدنا نسميه بي مثلا. اذا الاختلاف هو في الروتور. الروتور في داخل السكويرل في داخل الاندكشن موتور هو سكويرل كيج، او اذا كنا مثلا واند روتر اندكشن موتور، في عندي ماجنتيك فيرو ماجنتيك ماتيريال بس، ما عندي فيرو ماجنتيك ماتيريال حتى يصير في اندكشن بينها وبعدين يصير في عندي تور. لكن في داخل السينكرونس موتور ايش عندي؟ الكترو ماجنت او بيرمننت ماجنت. فالاختلاف الاساسي اذا اطلعت على السينكرونس ماشين الستيتر ايش راح يعمل بالحالتين؟ راح ينشئ عندي كونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس في الحالتين. في حاله الاندكشن موتور ايش راح تحط؟ حطينا لا، في حاله الاندكشن ماشين راح نحط هون سكويرل كيج اندكشن موتور مثلا بارز رودز، والرودز نفسها كوندكتنج بس الماتيريال اللي حواليها اللي هي فيها فيرو ماجنتيك، فهذه هون الكور تبعها فيرو ماجنتيك والرودز هون راح يكونوا كوندكتنج ماتيريال، وراح يصير في عندي راح يصير في عليها تور. لكن في حاله لو جيت انا على سينكرونس ماشين وحطيت روتيتنج ماجنتيك فلوكس، هون راح يكون عندي الكترو ماجنتيك أو بيرمننت ماجنت. هذا الإلكترو ماجنت إيش راح ينشئ؟ لما يمر في كرنت راح ينشئ ماجنتيك فلوكس، صار في عندي تو ماجنتيك فلوكسز هون، ماجنتيك فلوكس دنسيتي أو ماجنتيك فلوكس ناتج عن الستيتر عمال بلف على سرعة معينة، وفي ماجنتيك فلوكس دنسيتي تنشأ عن اللي موجود هون في داخل هذا الإلكترو ماجنت اللي هون. إذا عندي ماجنتيك فلوكس كأنه عندي تو ماجنت، تو بيرمننت ماجنتس. لو تخيلتوا عندي بيرمننت ماجنت هيك وعندي بيرمننت ماجنت هيك والاثنين حطيتهم على اكسس بحيث انهم بيقدروا يلفوا، بيقدروا يلفوا فريلي حوالين هذا الاكسس، زي كأنه عندي بوصلتين. هون عندي نورث وهون عندي ساوث، هون عندي مثلا ساوث وهون عندي نورث. اتجاذبوا الاثنين. لو بديت الف هذا الماجنت من هون، ايش راح يصير؟ راح نفرج رح يلف معهم شيء، رح يحاول يلحق. لو لفيت كمان رح يحاول يلف معهم، كل ما لفيت اللي فوق اللي تحت رح يحاول يلحق معهم. اذا اسرعت شوي او حطيت فريكشن اضافي رح يزيد الزاويه بينهم، رح يضل يحاول يلف معهم شيء. اذا مبدا السينكرونس ماشين السينكرونس موتور مثلا، انه عندي روتيتنج ماجنتيك فلوكس كونستنت ماجنتيك روتيتنج ماجنتيك فلوكس عمال بده يلف او عمال بلف على سرعه معينه، رح يحاول الماجنت الثاني يلحق معه، يلحق معه، مظبوط؟ فانا لما حطيت 3 فيز، لما حطيت هون 3 فيز
على الستيتر تبع هذا السينكرونس موتور من هون راح ينشا عندي روتيتنج ماجنتيك فلوكس. راح افترض انه بطريقه معينه ما راح نحكي فيها الان بس بطريقه معينه قدرت اوصل الروتر لنفس السرعه او قريب من السرعه. ايش راح يحاول يعمل هلا باستمرار؟ راح يحاول يلحق هذا الماجنتيك فلوكس دنسيتي تبعت الروتر راح تحاول تلحق الماجنتيك فلوكس الروتيتنج. فلو رسمتهم بلونين مختلفين كانه عندي لو هذا سميته هون بي من الستيتر ماجنتيك فلوكس اللي ناشئ عن الستيتر وخلينا افترض انه حركه الدوران في الحاله هاي كاونتر كلوك وايز راح الاقي انه في عندي عمال بحاول يلحقوا هذا راح اعتبره من الروتر الازرق مين اللي عمال بلف مين ليدنج ذا واي مين اللي هو بيتحرك في البدايه الموتور بي اس بي اس في الجنريتر العكس عندي مش هيك مين اللي بيتحرك في الجنريتر بي بي ار مش هيك لانه بي ار انا بجيب له قوه من برا وبحركه اذا هذول عمالهم بلفوا خليني افترض انه كاونتر كلوك وايز هو البوزيتيف هاي الحركه البوزيتيف من هون اذا عندي لما حطيت على الستيتر كرنتس على الثري فيز كرنتس نشا عندي روتيتنج ماجنتيك فلوكس سميناه بي اس اس من وين جاي؟ من الستيتر هذا راح يلف راح يبدا يلف من هون بسرعه ايش السرعه اللي راح يلف عليها؟ سينكرون سبيد دي بحسبها عن طريق القانون مش هيك ان سينك بتساوي 120 على عدد الكور في الفريكونسي تبعت السرعه اذا هذا راح يكون يلف بي اس عماله بلف على هاي السرعه اللي هي كذا ار بي ام الروتر في له ماجنتيك فلوكس هو زي الماجنت الثاني هاي اللونين هذول الماجنت الثاني شو راح يحاول يعمل هلا بي ار؟ راح يحاول يلحقه بس حسب اللود اللي موجود على المشين بكون في عندي هون زاويه في ما بين زاويه سميها ثيتا او فاي في زاويه اذا دائما راح يصير في زاويه بينهم حسب طبعا اللود اللي موجود هون هذه هي البي ار بي اس الزاويه اللود راح تكون مربوطه على المشين على الموتور اللود على المشين طبعا حسب اذا موتور ولا جنريتر ايش احنا بنحكي هلا؟ على الموتور على الموتور في عندي لود علينا الخارج صحيح مثلا اللود اللي كان بلوك عم يشيل بلوك هو اللود يعني افترض اعطيك مثال على لود معين ممكن يكون مشبوك على هذا المشين خليني افترض انه هاي المشين طالع منها الشافت تبعها هذا الروتر من هون وهذا الشافت هي هون هي السنتر لاين تبعه افرض انا اجيت حطيت ركبت عليه بكره البكرة نزلت منها حبل من هون ولفيت البكرة عليه وحطيت لود هذا لود صار مش هيك؟ اذا هو بيرفع وهذا له ماس وراح يصير عليه تسارع الجاذبية ام في جي مضبوط هي وهذه راح تعمل تورك هون مش هيك؟ التورك راح تعمل هون ايش راح تكون قيمته؟ تورك تبع اللود كيف بحسبه؟ ام في جي بس في ايش هذا ايش وحدته؟ نيوتن حتى احوله لتورك ايش لازم اضربه؟ الريدس مش هيك تبع هاي خليني افترض انه الريدس تبع هاي هو دي اس على 2 فصار عندي التورك تبع اللود اللي بحاول يسحب هاي الاتاك التورك تبع اللود بيساوي دي اس على 2 في ام في جي ماشي؟ هلا افترض انه هلا في اللحظه هاي او في الوضع هذا الموجود هون عماله بلف الروتيتنج ماجنتيك فلوكس اللي انت حطيته اللي هو بي اس في داخل هذا المحرك بطريقه طبعا معاكسه لها فمين اللي راح يحاول يلحقه او يمشي معاه؟ الروتر مش هيك؟ الروتر عليه لود من برا بس راح يجي عليه تورك من وين؟ من المحرك. فالروتر راح يلاقي في عليه تو توركس، في تورك من المحرك اللي جاي نتيجه هذول الاثنين، وهذا التورك على فكره بيساوي الثاني. التورك بنسميه احنا انديوست تورك اللي بنشا عندي، هذا التورك بيساوي كونستنت معين ما بنعرفوش بعتبر على الحجم اللي هون. بي ار مع بي اس شو اللي هدول النام كروس الكروس برودكت هلا هدول بيعتمدوا الاثنين على على الزاويه اللي بينهم هم مش دوت برودكت هون كروس برودكت لانه بده ينشا عنهم فيكتور بده ينشا عنهم فيكتور مش اول شيء والفيكتور وين اتجاهه؟ حصلت الزاويه حصلت الوقت لا طلع وين؟ مع بي اس لا اكثر من بيصير عند الستيتر بوزيتيف يعني لما يكون عندي كروس برودكت ما بين كروس برودكت ما بين تو فيكتورز وين عمودي على ايش؟ بلين تبعه عمودي على البلين اللي هم موجودين فيه تمام اذا هون رح يطلع معي تورك هيك وهي التورك هيو
مش البي اس عم بلف هيك والبي ار عم بلف هيك، اذا وين البلين اللي بحتويهم الاثنين؟ هذا البلين وين موجود هون؟ هيو مظبوط؟ لما باجي كروس برودكت بينهم وين بتنتج عندي التور؟ هيو اللي هو رح ينشأ. هلا اذا عندي من بي ار لبي اس اذا هيك رح يكون عندي هذا بهذا الشكل، رح يكون اتجاههم هون وهذا، وطبعا بيعتمد على الزاويه اللي موجود بينهم اللي هي رح نطلع احنا قانون اسهل من هذا القانون بيفيدنا اكثر، بنطلع فيه زاويه اسمها دلتا بتهمنا اللي هي زاويه اللود. بس بشكل عام هاي الزاويه رح تزيد كل ما زاد ايش؟ اللود اللود اللي عليه لحد مرحله معينه بوصل ما بقدر، فبصير في بريك ستاند ستيل خلص بوقف عند زاويه معينه. رح تكون زاويه 90 بس مش بين بي اس وبي ار، رح تكون 90 درجه ما بين بي بي بي, بي ار وبي نت، رح نحكي فيها بعدين، رح ندخل فيها بتفصيل اكثر بعدين، رح نحكي على البي. اوكي بالحاله هذه عندي هون بين بي ار وبي نت زاويه في عندي كي، رح ينتج عندي تورك، والتورك هذا هو اللي رح يرفع هذا الجسم اللي موجود. اذا سرعه دوران بي ار سرعه دوران بي اس شو لازم تكون؟ سرعه هلا بحكي مش على الزاويه متساوي، لازم تكون متساوي، اسمه سينكرونس موتور. هذا هدول الاثنين بضلهم بلفوا على نفس السرعه، عارفين زي سيارتين ماشيين ورا بعض في بينهم حوالي 50 متر، بس الزاويه الاولى ماشيه بسرعه 50 كيلومتر بالساعه والزاويه الثانيه ماشيه بسرعه 50 كيلومتر بالساعه. قديش رح يصير في المسافه اللي بينهم؟ نفسها رح تضلها ثابته مش هيك، لانه سرعتهم الاثنين زي بعض. اذا هذه المسافه ما بين هدول الاثنين رح تضلها نفس بعض. طب اطلعوا لي على بي ار هذا اللي بلف اللي هو ماجنتيك فلكس، هذا بايش مرتبط؟ مين ايش ايش سببه؟ مع مين عماله بلف هذا؟ مع الروتر، هذا مع الروتر، مش هذا نفسه الروتر هيو. اذا الميكانيكال سبيد تبعت هذا المحرك شو لازم تضلها دائما؟ بي ار كونستنت مش هيك؟ مش هذا بده يلف نفس السرعه هاي اللي هون؟ وراح يضلوا الاثنين هذول بالنسبه لبعض نفس الزاويه هاي اللي بتعتمد على اللود. اذا اذا هذا عمال يلف بسرعه معينه هذا لازم يلف بنفس السرعه، بس هذا بي ار مين اللي بينتجه؟ الروتر. اذا الروتر لازم يلف نفس السرعه، ولا اذا الروتر لف بسرعه مختلفه ما راح يضل هذا مكانه هون. مظبوط؟ اذا سرعه هذا المحرك شو راح تضلها دائما؟ كونستنت حتى لو زاد اللود؟ نعم حتى لو زاد اللود. بس اذا لاحظوا هون السبيد تورك كيرف تبع هذا المحرك مختلف تماما عن مين؟ كيف كان الدكشن موتور شكل السبيد تورك كيرف تبعه؟ ماشي تقريبا هو يعني هذه تكون حادة أكثر من هون في بعض الأشكال طيب وهاي أي سبيد هاي كانت في الإندكشن موتور؟ سينكرونس إن سينك مش هيك مضبوط؟ طيب السينكرونس موتور ايش وين حيكون سبيد تورك كيرف تبعه؟ ايش احنا قلنا عن السرعه؟ ثابته مش هيك؟ بغض النظر عن اللود مش هيك؟ شو سمينا احنا هذا التورك هون في الاندكشن موتور؟ تي ماكس كل اوت تورك. طيب السينكرونس موتور وين حيكون سبيد تورك كيرف تبعه الان؟ خط مستقيم حيصير خط مستقيم هون لحد ما نوصل للبول اوت، يعني فرض هذا البول اوت تورك نفسه مش شرط يكون نفسه، لو كان نفسه وين راح يوقف خلص بطل يقدر يكمل بعديها لما وصل كل هدول، والريت التورك يمكن يكون هون للتنين مثلا لو انا عاملهم ماشينز متماثله. فالريت التورك تبع الاندكشن موتور، لاحظوا شو بصير بالاندكشن موتور كنا زدت عليه اللود. الاندكشن موتور بتقل السرعه مش هيك؟ كل ما زدت عليه التورك بتقل السرعه بالميلان اللي موجود هون. اذا الميلان كان حاد من هون بكون الريجوليشن تبعه احسن مش هيك؟ واذا كان هذا الميلان شديد راح تصير سرعته عم تنزل كثير. لكن اذا تطلع على السينكرونس موتور ايش عم بيصير بالسرعه لما بزيد التورك عليه؟ ما بتتغير ثابته تمام، بتعتمد بس عدد البولز والفريكونسي تبعت السبلاي. لحد ايش يصير؟ لحد يصير عندي هون بول اوت. فانا كل ما بزيد اللود ايش اللي عمله بزيد بالحاله هاي عندي؟ الزاويه اللي بتصير بينهم. لكن هون لما بزيد اللود عليه شو اللي عمله بزيد؟ بنقص السرعه. شو اللي بزيد؟ ايش احنا كنا بنحكي عنه دائما؟ شو اللي عمله بزيد؟ بالحاله هاي سليب تمام احسنت سليب. لاحظ هون لما بزيد الاندكشن موتور لما بزيد عليه اللود بزيد السليب تبعه، يعني بزيد الفرق بين السرعتين. لكن هون لما بزيد عليه التورك شو اللي بزيد فيه؟ الانجل. والانجل رح نسميه احنا دلتا، في انجل ثاني غير هاي الانجل، هاي مش اللود انجل. الانجل اللي احنا بيهمنا هون اسمها الدلتا اسمها اللود انجل، هي الانجل اللي بزيد. يعني هدول التو ماجنتس لما بيبدوا يلفوا تمام كل شيء ممتاز، بده يلفوا بنفس السرعه وفي بينهم زاويه خفيفه في البدايه لانه اللود عندي خفيف،
بدأ هلا لسه بلفوا بنفس السرعه، فتخيل هم بلفوا، بس تخيل انت قاعد على هون واحد منهم قاعد على الروتر بتشوفهم بالنسبه لك الاثنين ثابتين مظبوط، هم عم بلفوا على السينكرونس سبيد. كل ما زاد اللود برا شو بتلاحظ بتصير بالزاويه؟ مين راح يتاخر على فكره هنا عنه هون؟ الاسود راح يتاخر عن فالازرق هاي بحط لكم اياها زي ما هي هون مرسوم، هي هذا عم بلف هيك او كاونتر كلوك وايز، الازرق سايب الاسود وعم بسحبه معاه زي ماجنت عم بلحق ماجنت اه بس دورانيه. كل ما زاد اللود شو بصير بينهم بالزاويه؟ تكبر لحد ما توصل مش هاي الزاويه، في دلتا زاويه اسمها دلتا، لما توصل هاي الزاويه دلتا 90 درجه شو بصير؟ خلص بطل يضرب، بكون وصل عند النقطه هاي. فلو بدي احط هون على هذا بقدرش احط سرعه، بقدر احط زاويه. الزاويه هون رح تبدا زيرو دلتا ورح توصل هون 90. اذا كقاعده في السينكرونس موتور لما بزيد اللود عليه ايش اللي بتغير فيه؟ الزاويه اللي هي اللود انجل. في الاندكشن موتور لما بزيد اللود عليه مين بزيد؟ السليب، لحد ما اوصل السليب هذا، والسليب هذا من هون عنده خلص صار عندي ستاند ستيل، بصير خلص بوقف السيستم ما بقدر يكمل، هذا السيستم بوقف تمام ما بقدر يكمل. عدم الستولينج على فكره اللي بصير في السينكرونس موتور بيختلف عن الاندكشن موتور، لانه لما هذا يوقف شو راح يصير؟ راح يصير الاسود يوقف مكانه، مين اللي لسه عماله بلف؟ الازرق مش هيك؟ الازرق لسه بلف، مش الازرق اللي بلف، لا عفوا الاس اللي بلف، احنا بلفنا هون انا حكيت الاسود اللي كان لازم يسحب مش الازرق، مش هيك؟ الستيتر اللي بيسحب، فنرجع مره ثانيه، هذا اللي بيسحب الاسود بيسحب الازرق معاه لانه هذا ناتج عن الستيتر مضبوط؟ هلا لاحظوا لو وقف الازرق خلص زاد اللود عليه لدرجه بطل يقدر يكمل، فيش تور كفايه، وصلت الزاويه دلتا 90 مش هاي 90 من هون، والاسود لسه بلف مش هيك؟ شو راح يصير كل مره الاسود بلف على الازرق؟ مره بتنافر معاه مره بتجاذب معاه مش هيك؟ فبرج رج شديد المحرك. مش هذا، مره لما يكونوا هدول بتنافروا راح يتنافر هو وياه، ومره راح يكون يتجاذب هو وياه، فبصير المحرك يرج، في حين في الاندكشن موتور ما بصير هذا. خلص لما يصير ستولينج عنده عند البول اوت بورد بوقف لانه فيش تجاذب وتنافر. طيب سبب الرجه بالاوفر هذا بسرعه الاوفر لود اذا زاد عليه الاوفر لود وقف بالنهايه المحرك، مش انت اذا ضليتك تزيد عليه اللود، هلا هو بتلاحظ الريت تبعه هون. فاحنا بعاد لسه عن البول اوت، بس لو سبب معين ضليتك تزيد عليه تزيد عليه لو وصلت عند النقطه هاي فجاه راح يحطها هون. في هذا التوقف راح يصير في ارتجاج وفايبريشن في المحرك. عمليه لازم تطبيق؟ نعم. عمليه لازم تطبيق؟ لا هو الطريقه الاصح على الطريقه الحديثه انك تطفي على اجهزه حمايه لو سحبت هلا لو طفيت انت السبلاي الكهربائي عنه خلص ما في مشكله راح يوقف واحد لما تطفي السبلاي الكهربائي شو راح يختفي؟ نفس الكرنت اللي موجود هون ببطل في روتيتنج ماجنتيك فلوكس صار انيرشا عماله بتلف وعليها ماجنت. لاحظوا الاختلاف الاساسي بين الاندكشن موتور والسينكرونس موتور في له مثل بسيط جدا وسهل جدا. لو انت جبت سلك في البيت ولفيته عدد كبير جدا من اللفات حطيته على بطاريه 9 فولت مش بنتج عندك ماجنتيك فلوكس دنسيتي من هذا الالكتروماجنت اللي انت صنعته؟ هلا جيب ماجنت مش الماجنت بتجاذب مع جهه وبتنافر مع جهه مزبوط؟ هذا مثال على السينكرونس موتور بتجاذب بس يعني في اتجاه معين راح يتجاذب وفي اتجاه معين راح يتنافر لكن جيب انت مسمار او قطعه حديديه فيروماجنتيك بتجاذب على جهتين مش هيك؟ سواء انت مررت انت في الالكترومغنت تبعك هيك او هيك مش راح يجذب الحديده لكن مع ماجنت راح يتنافر معها بجهه ويتجاذب معها بجهه، هذا اختلاف اساسي ما بين السينكرونس موتور، يعني نحن بنحكي في داخل الاندكشن موتور في عندي كوندكتنج ماتيريال للرود وفيروماجنتيك ماتيريال للكور، بس ما في بيرمننت ماجنت. بالسينكرونس موتور ايش عندي هون؟ يا بيرمننت ماجنت يا الكترومغنت، فهون عندي ماجنت بيتفاعل مع ماجنت وهون ماجنت بيتفاعل مع كوندكتر، اوكي هذا اختلاف اساسي ما بين الاثنين.